زلنا نتابع هذه الصور للاستهداف الأولي بطائرة مسيرة للمقر الرئاسي في الكرملين بموسكو. لهذه الصور اللي نشرت، أريد أن أنوه أيضا أن الكرملين نشر أيضا صور لاجتماعات يقوم بها الرئيس الروسي عقب هذه المحاولة، مع التأكيد وفي تأكيد أن الرئيس لم يصب في هذه المحاولة، وأنه لم يكن حتى حسب بعض المصادر في الكرملين أثناء هذه المحاولة. سأعود إلى ضيفي من باريس دكتور خطار، ربما في ضوء كل هذا سأعود لمسألة ما الذي يؤكد وما هل يمكن خوض تحقيق شفاف محايد يكون بنتائج يمكن أن تؤدي إلى الحقيقة، والحقيقة ليس إلا خاصة في ظل النفي الأوكراني، وعادة الجانب الأوكراني مع كل هجمات سابقة لم يؤكد ولم ينفي. أيضا هذا يجعلنا نتساءل عن الطرح، هل هناك حقيقة مصلحة لأوكرانيا أن تفتح هذه الجبهة عليها؟ لا أعتقد أن موسكو ستقبل التحقيق المستقل، وكما قلت هناك خدع وخدع مضادة، لكن لماذا كما قال الأستاذ إيهاب، لماذا الخدعة في قلب موسكو وعلى مقربة من الكرملين؟ يعني هذا أمر يبدو لي صعبا. أعتقد أننا فعلا أمام منعطف جديد، روسيا من أجل التفكير بشن ما تسميه حربا واسعة، يعني ليست يمكن أن تختلق أعذارا أخرى في الميدان أو تبريرات أخرى، وفي نهاية المطاف يعني الكلام عن عملية خاصة، يعني أي عملية خاصة؟ نحن أمام حرب هجينة، حرب من الجيل الخامس، حرب تجمع بين الحروب الكلاسيكية في القرنين الماضيين والحرب الحديثة. نحن أمام حرب بكل معنى الكلمة اليوم في أوكرانيا، وروسيا حاولت إسقاط النظام في بدايات هذه الحرب وأرادتها خاطفة، فشلت في تحقيق أهدافها. المشكلة هي الآتية، حتى لو شنت روسيا اجتياحا كما كان يقول الأستاذ الأفندي وتم الرد الأوكراني، في النهاية هناك ربط لأوكرانيا بحلف شمال الأطلسي، لن يسمح بهزيمة أوكرانيا في هذه الحرب من قبل حلف شمال الأطلسي، وروسيا لن تسمح لنفسها إلا بالانتصار. هذه هي المعضلة الكبرى. طب ولكن هل سيكون هناك تبعات وتداعيات ليس فقط فيما يتعلق بكييف موسكو، ولكن موسكو المنظومة الغربية دكتور خطار، خاصة أنه القيادة الأوكرانية أشارت في بدايات هذه العملية إلى محاولات لاستهدافها، بعد ذلك كان هناك تدخلات أو تدخلات غربية ضمنت من الجانب الروسي حسب تقارير إعلامية وتحليلات إعلامية عدم استهداف القيادة ولا الرئاسة الأوكرانية من قبل روسيا. كما قلت سابقا، نحن الآن ندخل منحى خطير في هذه المواجهة العالمية التي انطلقت من أوكرانيا، وكل شيء أصبح واردا. كل استمرار لهذه الحرب، كل استمرار لحرب الاستنزاف هذه سيدفع الأمور إلى مسار أصعب. يعني تكلم أيضا الأستاذ أفندي أنه يمكن أن يستخدم كسلاح مدمر إلا النووي. شخصيا لا أعتقد أن المسألة النووية هي مسألة تهويل. إذا شعرت روسيا في لحظة من اللحظات يمكن أن تلجأ إلى الأسوأ من أجل منع تراجعها، لأنها تعتبر، وهذا كلام المفكر المقرب من السيد الذي قتلت ابنته المفكر دوغين، أن روسيا لا يمكن أن تسمح لنفسها خسارة هذه المعركة، ويمكن أن تتفكك إذا خسرت هذه المعركة. لذلك إذا لم يكن من قبل، هناك لاعبين أساسيين في هذا الموضوع، اللاعب الأساسي بوتين من جهة وبايدن من جهة أخرى، ولذلك إذا لم تفكر الولايات المتحدة بمسألة تركيب تسوية عقلانية في أوكرانيا، نعم يمكن لهذه المواجهة على الأقل، آمل ألا تتحول إلى مواجهة بسلاح مدمر، لكن يمكن أيضا أن تتوسع ويتورط بها حلف شمال الأطلسي.